ديال صالح العطار. كيف ما كتعرفوا صالح العطار اللي كتنظم مسابقات تاس المسابقه الاولى ديال 25 فائز والمسابقه الثانيه ديال 11 فائز، دابا جاب لكم مسابقه اخرى ديال 17 فائز. هاد المسابقات كاملين اللي كدير فيهم الجائزه الماليه ديال 50 اورو، كيف ما كتسمعوا 50 اورو توصل بها في اي مكان فين ما كنتي، في اي مكان في اي دوله، يعني ما كاينش شي دوله معينه اللي مقصيه، يعني فين ما كنتي في انحاء العالم توصل بها عبر ويسترن يونيون او عبر الحساب البنكي. طريقة المشاركه كما قلت لكم راه سهله مهله، وهاد المده ديال هاد المشاركه كتكون 3 اسابيع، كما كنقول لكم 3 اسابيع اللي هي في هاد المسابقه ديال 17 فائز غادي تكون ما بين 24 اكتوبر الى غايه 14 نوفمبر، كما كتسمعوا ما بين 24 اكتوبر حتى 14 نوفمبر كيربح فيها 17 الفائز، وكل فائز كيتوصل ب 50 اورو، اي 50 اورو. وكيف ما كتعرفوا انا غادي نقول لكم الطريقه ديال المشاركه راه سهله مهله، عندك الهاتف، عندك الكونيكسيون 3G او واي فاي، يلا بدا تشارك وبالي قبل ما تسالي. هذه الطريقه راه سهله مهله، كتجي اليوتيوب، كتدخل اليوتيوب، كتجي هنا للبحث، كتكتب قناه التبيت كما كتشوفوا، هي قناه التبيت او مهدي بلو، الا ما كتعرفش تكتب بالعربيه كتبها بالفرنسيه، ولا ما كتعرفش تكتبها بالفرنسيه كتبها بالعربيه. كديروا الاشتراك مع هذه القناه تاع مهدي بلو، علاش؟ لان هذه القناه راه هي اللي دايره غادي اللايفات، وهي اللي غادي لكم السحب ديال المسابقه. كما كتشوفوا غنضغطوا عليها، غندخلوا من بعد ما غنديروا لها الاشتراك، غادي نمشيو للقنوات اللي كاينين عندها هنايا هاد البلاصه هادي. هنا انا بقى عندي بالفرنسيه، نتوما عندكم بالعربيه. كما كتشوفوا كاينه اكوي فيديو بلاي ليست كوميونيتي شين شين، هاد القنوات غادي تكليك عليها، هاد القناه 17 القناه، 17 القناه كما قلت لكم محتوى زوين. كما كتشوفوا كاينه مينا قناه حليمه باي، ليلى بيوتي، شاطي لا شانيل، ريسيت مريوما، الشاويه باغي، نهى شانيل، لالا زهره اسمها شانيل الصحراويه بالمانيا، كذلك اطباق اليوميه، سوريا فلوغ، منوعة بنت الشعب، مطبخ زهوبي الريفية، شاني ابتسامتي، سكينة الصويرية، اي صالح العطار، مولات المسابقة. كما قلت لكم هاد القنوات هادو غادي ديروا معاهم اشتراك، من بعد ما غادي ديروا معاهم اشتراك كما قلت لكم راه ساهلة الطريقة ديال المشاركة والمسابقة والطريقة كما مثلا غندخلوا عند مينا، ملي كندخلوا عند مينا كنجيو لها مثلا لهذا ديال هاد الفيديو هذا اللي دارت. حنا دائما عندنا المشاركه، غنحاول باش تسمعوني باش تفهموا واحد المساله، من بعد ما كما كتمني كتحط مثلا باش ما نخربقش عليكم المراحل. كما كتشوفوا هذا هو الفيديو اللي حطت لنا مينا في هذه المده ديال ما بين 24 اكتوبر حتى 14 نوفمبر، هنا فين غنديو غيكونوا لي فيديو اللي محسوبين في السحب. يعني انت غادي نجي غندير لها جيم، غنخلي الفيديو خدام، انا ما حيدتوش تشرح الصوت، ممكنليش نخلي الصوت باش تسمعوا الصوت ديالي. كنجي للتعاليق كما تلاحظوا معايا هنا، ها انتم المشاركين اللي مشاركين دابا في هذه المسابقه كاملين هما مشاركين دايرين القلب الزرق. من الشروط ديالنا انك ملي كدير تعليق في المحتوى وكتزيد عليه قلب زرق. علاش قلب زرق؟ هذا القلب الزرق هو اللي كيبين انك انت جاي لهذه المسابقه هذه، ماشي انك جاي غير عابر سبيل ودستي وتصدق. انت كتشارك 3 اسابيع وغيجي واحد من موراك يقدر يدير تعليق ويربح، لا، حنا كنديرو دائما اللي عنده القلب الازرق. نهار السحب فاش كيديروه مهدي اللي هو انا، فاش كنديرو كندير اللايف وكندير لكم السحب مباشر، الا ما كانش القلب الازرق كتحسب لاغي. لهذا الله يجازيكم بخير، حاولوا ديروا القلب الازرق من بعد التعليقات ديالكم باش كتثبتوا راسكم بانكم مشاركين في هذه المسابقه هذه. وكيف ما قلت لكم انا قنوات راه
17 القناه. الشروط ديالها راه ساهله، راه ماشي صعيبه، راه كنقول لكم اللي بغى يشارك ويطلب الله انه يفوز، والفوز راه حقيقي. ودائما غتبقاو تلقاوني كندير انايا لايفات، وصالح العطار لايفات، زائد سكينه الصويريه حتى هي كدير لايفات، هي سكينه الصويريه، يعني هادو كاملين كيديروا لايفات باش كيزيدوا يشرحوا لكم قانون المسابقه. نتمنى لكم التوفيق، وما تنساوش راه 50 الاورو غتفوز بها الا جيتي في نهار السحب، جات فيك جا الاسم ديالك، راك انت اللي غتربح باذن الله ورعايته. نخليكم مولين الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر.